مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. حبايبي اليوم الفيديو تبعي راح يكون على القناتين تكبير الثدي وتصغير الثدي. انا بكون يعني بالفيديو وين راح احكي لكم، هون راح نعمل زيادة حجم الثدي. بس ارجع واقول ما في كريم او كريم او ماسك يكبر الحاله. هون تكبير الثدي بيكون دائما حبايبي الخوات اللي يكونون كتير ضعيفين بيكون صدرهم كثير صغير. في خوات يكونون ضعاف بس ما شاء الله صدرهم مليان، يعني حتى لو يكون هي ضعيفة بيكون الصدر عندها مليان، وهي تكون وراثية على الام على الخالة على الجدة تبعتها. زين، وفي كتير بنات، يعني انا عندي كمان صديقة يعني عندها 4 اولاد وما في مسح صدرها. طيب هذه بتكون كمان حسب هي يعني حسب الجسم، يعني اذا كانت كتير نحيفة وحدة وزنها 45 شو تتوقعوا يعني الصدر تبعتها؟ ولا ممكن يعني، لا انا ولا اي حدا الا عمليات جراحية. بالنسبة حبايبي للخوات اللي عندها صدر بس بعد الولادة صغر عندها الصدر، هاي بتكون عندها حبايبي شلون نقول الهرمونات تغيرت، هي الهرمونات اللي شلون نقول تزيد حجم الصدر. زين، اول اشي قبل ما نبدي نعالج من الخارج في زيوت تدليك بتكبر شوية الحجم، مع لازم نظام غذائي. بدون النظام الغذائي ولا ممكن راح تكبرين صدرك. لازم اول اشي النظام الغذائي، ثاني اشي التمارين الرياضية، ثالث اشي التدليك، رابع اشي فتح المسامات تبعت الصدر، بعدين عندنا الكريم هو اخر اشي. شوفوا خليت لكم يا امتى ما قلت لكم اول اشي الزيت اللي هو الكريم او الزيت، لا. زين، عندنا اول اشي قلنا شو؟ اول اشي عندنا حبايبي النظام الغذائي، اثنين حبايبي زي ما حكينا لازم يكون عندنا الرياضة، وثلاثة لازم بتكون عندنا والرياضة وفتح المسامات، نغسل جسمنا بالماء الدافي عشان نفتح مسامات الصدر، ماء فاتر عشان نفتح مسامات الصدر. يا ريت وانت بالحمام الزيت اللي هسه راح اعلمك اياه تعملين فيه كمان تدليك، وانت بالحمام تعملين في التدليك. عملية التدليك ما بتكون تأذي فيها صدرك وتسوين مشاكل، لان هاي المنطقة منطقة كتير حساسة، يعني صعب شلون نقول اللعب فيها حبايبي، صعب فيها غدد كتير، وواحد يخاف لي شلون نقول من كثر التدليك القوي شلون نقول بتخربي عندك وتصير عندك مشكله، يعني بعدين تقولين يا ريت كنت على صدري الصغير او على صدري الكبير. بالنسبه لتكبير الصدر او تصغير الصدر، بالحالتين في تدليك الهم، وبالحالتين في تمارين رياضيه. التمارين الرياضيه لتكبير الصدر تختلف عن تصغير الصدر، فانتوا لازم تروحين على اليوتيوب وتكتبين تمارين شلون نقول لتكبير الصدر، وشوفي التمارين وحفظي لك، هي مو كثيره 3-4 تمارين وتعلميها. ما في احلى حبايبي من السباحة، يعني اي اخت باستطاعتها تروح تسجل نادي وتعمل سباحة، ما في اروع من السباحة. التمارين اللي تسويها بالسباحة، القفز والنط والسباحة ومد الذراع، كل هذا شد، وبنفس الوقت حبايبي تعطي للصدر حجم حسب التمارين اللي تسويها. طيب حبايبي احنا قلنا معلش وسعوا صدركم عشان تتعلموا، مو تريدين بدي حل سريع، ما في حل سريع. اي اخت تقول لك حل سريع ونهائي كذابه، وانا وحده من عندهم. زين، اول اشي حبايبي زياده الغذاء، النظام الغذائي لازم يكون حبايبي، لان النظام الغذائي له دور كبير حبايبي بتكبير الصدر. استهلاك السعرات الحراريه اللي تكون كبيره، زين، حتى يزيد حجم الجسم وحجم الثدي. في اكلات هي اللي تزيد حجم الثدي، وهسه بحكي لكم اياها. زيادة الهرمونات، يا ريت تروحين على الدكتورة تبعتك النسائية وتقولي لها انا حابة شلون نقول اكبر الثدي تبعتي، واحكي لها على المشكلة، راح تعطيكي حبوب لزيادة الهرمون. من شلون نقول في كثير خوات
اللي يزيد الهرمون، انا اللي بعرفه الحبوب منع الحمل بتزيد الهرمون كمان، بس هذا لازم الدكتور اللي يخصصه ويعرف الجرعه اللي يعطيك اياها بالنسبه لحبوب منع الحمل. زياده الهرمون في الجسم يحفز نمو الثدي مع وضع الكريم التكبير الصدر او الحبايبي الزيت اللي راح نعمله، اذا عندك كريمات جاهزه ممكن تسويها زياده الهرمون الثدي. لازم ناخذ حمام دافي لفتح المسامات ومكملات غذائيه ضروريه جدا. طيب هسه اعدلكم المكملات الغذائيه وبعدين نبدي بالفيديو. الفواكه اللي ممكن تاكليها وتزيد مثلا او شلون نقول الخضروات او المكسرات، انا راح اعدد منهم ممكن انتم تقدرون تفتحون على الجوجل وتشوفون كمان. عندكم البرقوق، عندكم الكرز، الرمان، اللفت، الفاصولية الخضراء، المكسرات، الفول السوداني وزبدة الفول السوداني فظيعة جدا، الجوز، الفستق، القمح، الرز، الحليب، الصويا، زبادي الصويا كمان، فول الصويا إذا سويتيها وسلكتيه نقعتيه وسلكتيه وشربتيه كثير سهل. حليب الصويا موجود عندي طريقة عمله موجودة على القناة الأولى أو الثانية ما بتذكر حبايبي. زين فول الصويا كمان، ورق الجرجير رائع جدا، ورق الجرجير لأي أخت حابة كمان تكبر صدرها ممكن تأكليه هيك ورق عادي، وكمان يزيد الحليب بالصدر للأمهات المرضعات. التدليك لازم يكون يوميا مدة 10 دقائق على الأقل مرتين باليوم، تدليك خفيف. شو هو التدليك اللي راح نستعمله اليوم حبايبي؟ راح أعطيكم أكثر من طريقة وممكن تستعملون، يعني ممكن تستمرين هذا الأسبوع على هاي الطريقة وأسبوع اللي بعديه على طريقة تانية. حنحكي على الزيوت، راح تاخذين زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر، زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر. راح ناخذ حبايبي مقادير متساوية وما نسوي كثير ونسوي هيك لأن إحنا وما بتدعكي بصدرك كثير قوي، هيني يعني بحكي لكم عشان لا تقولوا ما قالت ام يوسف، لان انا كثير اخاف من الصدر الصراحه. فانت تجين تخلطيهم اثنينهم مع بعض وتبدين تدلكي من تحت لفوق وعلى شكل دائري. زين بعد ما تدلكيهم 10 دقائق سيبيهم كمان 10 دقائق وبعديها حبيبتي غسلي من صدرك. ممكن تنامين فيه وممكن تخليه. مدة شهر لازم تستمري على الوصفة اللي بعطيك اياها، ممكن تغيري بالزيت. الزيت الثاني حبايبي ممكن تعملين كمان عصير البصل، حتقولوا لي ام يوسف عصير البصل، عصير البصل، انا بطي وتختاري. عصير البصل والعسل، تاخذين عصير البصل وشو بتسوي له؟ بتعصريه وتصفيه وتخلطين معاه ملعقة عسل وملعقة وسط من الكركم. هذا كله مع بعض ونسويه هذا ماسك، ماسك نسويه على الصدر، نسيبه 15-20 دقيقة وبعدين نغسله من الصدر تبعتنا. طيب هذا الماسك الثاني ولا ممكن تستغنون عنه، يعني لازم تعمليه يوميا، هذا الماسك يوميا لازم نعمل هذا الماسك وضروري جدا. شو هو هذا الماسك حبايبي؟ هو من الحلبة، الحلبة ما في أروع من عندها، ما في أروع من عندها، وراح أعطيكم كمان زيت رائع جدا كمان. الحلبة راح ناخذ ملعقة، أنا حاخذ كلش قليل وتسوي كل وحدة على قدها، ملعقة نقول كبيرة من الحلبة، ما راح نخلط ولا بإشي، ممكن تخلطين بالحليب بس ما في داعي. يعني إذا حبيتي بياض وشت ممكن تحطين حليب. ممكن بدون، يعني ناخذ مي هيك، لا تقولوا لي ماء ورد ولا شيء، ماء عادي. طيب وراح نخلطه كله مع بعض، كله مع بعض. يا ريت تزورون قناتي، قناة مملكة الفنون مملكة الفنون اليدوية، لا لأن راح نعرض تصغير الصدر، راح نعرض تصغير الصدر. هاي الحلبة شوفوا أنا شلون سويتها، مو ماسك كتير ثقيل، مو ماسك كتير ثقيل، يعني هيك طلع ونحاول نحطه ونفرك هيك، نفرك فيه الصدر بالكامل بالكامل حبايبي الحلبة، وندعك فيها الصدر بالكامل. بعد ما ندعك الصدر تبعتنا بالكامل شو بنسوي حبايبي؟ نجي هون حبايبي
وبعد مرور يعني ندعك فيه تقريبا شلون نقول 5 دقائق، بعديها نقدر شو بنسوي؟ نغسله، نخليه كمان 10 دقائق ونغسله. ممكن تضيفين معاه قليل جدا هيك طلعوا، عشان بالتدليك يسهل معاكي، بضع قطرات من زيت الزيتون، بضع قطرات من زيت الزيتون، ونبدي كمان ندلك فيه. بالنسبة للخواتي اللي كتير ضعيفة، هي كثير ضعيفة وحابة تنصح، راح تاخذين يوميا ملعقة من الحلبة، ملعقة من الحلبة، وتجيبين كاسة حليب لبن، العفو مو لبن، حليب، حليب سائل، حليب سائل، كاسة من الحليب السائل، تخلطين معاه، بيكون سخن، بتخلطين معاه ملعقة من الحلبة وتخضيها ايه وتشربيه. أول إشي بيزيد الهرمون بالجسم، وإحنا بدنا زيادة الهرمون بالجسم، هاي كتير حلوة. واثنين بينصح، ترى على فكرة لو استمريتي عليه رح ينصح كل جسمك لو شربتي هذا المشروب. ممكن تخلطين معاه ملعقة عسل فظيع جدا، خلال أسبوعين رح تنصحين 100%. هاي بالنسبة للنصاحة. الزيت اللي راح تستعملوه كتدليك للصدر كمان، هذا الزيت ضروري ضروري جدا، راح تاخذين 3 ملاعق من زيت الزيتون، 3 ملاعق من زيت الزيتون. انتوا راح تسووه، انا ما راح اسويه، بس راح احكي لكم، 3 ملاعق من زيت الزيتون، وممكن تاخذين كاسه قد هذه من زيت الزيتون، كاسه قد هذه من زيت الزيتون، وكاسه قد هذه من الشمر، الشمر حبايبي، من الشمر. تجيبين زيت الزيتون وتحطيه على النار، وتجيبين الشمر وتحطيه معه، وتسيبيه وتظلين تقلبين على نار هادية، نار هادية. بتحكولي رح يحترق، رح ما هذه الشغلات أنا بفهمها حبايبي، رجاء يعني أنا بعرف هذا الشغل كتير كويس، بعرفها لهاي الشغلة كتير منيحة. إحنا حابين، مع احتراماتي إليكم واحترم أنا أراءكم كلها، بس أنا بوصلكم للشون نقول الطريق الصحيح. راح تجيبين زيت الزيتون وهي وشغلين النار وعلى طول الزيت وفوقها الشمر، خليهم اثنيناتهم يبدوا يغلوا على نفسهم، ظلي قلبي على نار هادية. كل ما شفتيه بده شلون نقول يغلي، بنشيله نحطه على جهة، انبرد تماما الرجعة مرة تانية، كمان شفتيه بلش يغلي نشيله ونطلع هيك، ونكرر هاي العملية 3 مرات. بعديها شو بنسوي؟ نجيب الشمر مع زيت الزيتون مع بعض، ونحطه بعلبة، وما نرمي الشمر عشان ياخذ من شلون نقول الزيت، يعني بيصير النكهة تبعته. ناخذ من هذا الزيت وندلك الصدر تبعتنا يوميا حبايبي، يا ريت تدلكون في الصدر تبعكم. في خوات رح يقولوا لي طيب يصير ندلك صدرنا بزيت الحلبة؟ ممكن حبايبي، بس اللي ما نفع معاها زيت الحلبة رح نسوي الماسك الحلبة ونعمل زيت الشمر. لو مشيتي على اللي أنا بحكي معاكي وزوري يعني الدكتورة تبعتك، إذا أعطتك حبوب لزيادة الهرمون كمان كتير كويس، وبحالة لا ممكن أختي تاخذي لك يوميا ملعقة من الحلبة مع كاسة حليب وتشربيها. ممكن إذا أنت كنت كتير ناصحة وما حابة، ممكن كمان شو بتسوين هيك ولو رشة صغيرة مع الحليب، يعني هيك براس الملعقة مع الحليب وتشربيها، كمان بيزيد عندك الهرمون بالجسم، ورح يكبر هيك الحجم الصدر عندك، ورح تحسين بعد فترة يصير جسمك يعني صدرك انه شنقو زاد حجمه. هذا الفيديو اليوم حبايبي تبعتي، اتمنى انه ينال رضا الجميع، اتمنى انكم تزورون قناتي، قناة مملكة الفنون اليدوية، عشان رح ننزل فيديو كتير حلو حبايبي. وهذا اليوم حبايبي الفيديو تبعتي، اتمنى انه ينال رضا الجميع، واتمنى انكم الكل اول اشي تفعلوا لي الجرس، دائما فعلوا الجرس حبايبي، وحطوا لنا لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي ان شاء الله الرضا تبعكم اكيد انا هو رضاتكم علي، هو اللي قدم لي وهو اللي خلانا نوصل لهذا المستوى. ومع السلامه.